لعمل كارد أو بطاقة تهنئة بدون الحاجة إلى استخدام كل المواد المطلوبة لعمل أي بطاقة تهنئة. يعني بهذا الكارد اللي هو هذا شكله، هذا الكارد أنا يعني سويت هذا الكارد من المواد الموجودة والمتوفرة تقريبا عند كل واحدة من عندكم. يعني ما راح تحتاجين، لا راح تحتاجين للأختام اللي هي يعني شغلة مهمة لعمل أي كارد، تحتاجين الأختام واللي هي بأنواع وأشكال مختلفة، واللي يدخل بعالم الأختام ما إلى نهاية، لأن إلى أنواع وأشكال مختلفة حسب المناسبة اللي أنتي تريدين تعملين الكارد إلها. ولا راح تحتاجون للقواطع واللي هي أيضا مهمة، يعني اللي تريد تسوي كارد حلو تحتاج هذه الشغلات، قواطع وأيضا هاي عالمها ما إلى نهاية. ولا راح تحتاجين أكيد ويا الأختام لازم أكو أحبار، ولا راح تحتاجين الأحبار اللي بكل الألوان، فهذا أيضا كله ما راح تحتاجي. كل اللي راح نحتاجه الورق والطابعة. الطابعة ملونة أو غير ملونة، هنا أنا ما احتاجت الطابعة ملونة، احتاجيت الطابعة العادية على الأسود والأبيض. هسه هذا الكارد إن شاء الله اليوم راح نتعلم طريقة عمله، والمواد اللي راح نحتاجها لعمل هذا الكارد راح نحتاج الورق. أنا راح أستخدم هذه الأوراق، وراح نحتاج بالنسبة للصمغ راح أستخدم هذه الأنواع، أنتي تستخدمين اللي موجود عندك. راح نحتاج وهذا الفوم تيب أيضا، هذا نوع من أنواع اللاصق، يعني هذه مهم. نحتاج مقص، مقص حاد لأنه راح نقص بعض الشغلات، يعني عملية القص مهمة اليوم. نحتاج ألوان، أو نحتاج المسطرة والكتر، وخلي نشوف إذا بعد الشغلات، وبالتأكيد نحتاج الطابعة. نروح للطابعة ونشوف شنو اللي نسوي. هنا نروح للجوجل، نكتب dress clip art، نختار dress clip art black and white، نروح على images. أنا هنا أنا راح أختار هذا الدرس، هذا الفستان، هذا راح أطبعه بالطابعة. نحتاج هنا ما تحتاجين طابعة ملونة، تحتاجين الطابعة العادية، وأرجع لكم. هنا أنا نروح مرة ثانية للجوجل ونكتب جوجل دوكس، ونختار جوجل دوكس. هنا نختار create a free document، هنا تختارين blank وتكتبين الحروف او العبارة اللي ترغبين تضيفيها للبطاقة مالتك، وتسوي لها برنت. هنا تقدرين تكتبين اي شيء، هنا تكتبين العبارة اللي انتي تريديها وتسوي لها برنت، تروحين لهذه الطابعة تسوي لها برنت وتطبعيها.
هسا أني هنا أنا طبعت هذه الحروف، راح أشتغل بيها. I love you. راح أقص الحروف. وبالنسبة للدرس أني طبعته، لما طبعته أول مرة على ورقة مثل هذه. هاي الورقة الصفراء، وبعدين هذه تكون سادة. بعدين طبعت على هذه الورقة، هذه ملونة، حتى استخدمها لتزيين الفستق. وطبعتها على ورقة بيضة إذا أحتاجها، احتمال أحتاجها. هسه أنا من هذه كل الصور راح أختار هذا النوعين اللي راح أحتاج هذا اللي يكون الأساس إليه. فشنو اللي راح أسويه؟ راح أحتاج هذه الورقة، وأحتاج هذه الورقة، وبعد أحتاج ورقة مثل هذه صفرة. راح أقص هذا الجزء من الفستان وألصقه بهذا الصورة. راح تشوفون الطريقة. هسه هنا أنا بعد ما قصيت هذا الجزء من الفستان، شنو اللي راح يصير؟ راح أجي وألصقه بهذا المكان. بس المفروض شنو؟ ألونه، راح ألونه هو، وهو لا أتركه أصفر، بس ألون الورد وألون هذا البارت، الجزء هذه الكرات. خلينا نشوف شو. هنا أنا راح أغير رأيي، لأن أنا البارحة لما سويت هذا الكارت، هذا الورد أيضا قصيته من هذا الورق الأبيض. يعني هنا أنا هذا الورد قصيته من هذا الورق الأبيض ولونته بهذه الألوان، فصار التلوين أحلى. بس اليوم يعني أنا ردت أسهل العمل، إنه أجيت ولونت مباشرة على هذه الورقة، بس مدى أحس الألوان صارت نفس لو تلاحظون الفرق بالتلوين صار يختلف، الألوان صارت تختلف. فاللي راح أسويه، راح أقص من هذه الورود وألونها وأرجع ألصقها على الفستان من جديد، نفس فكرة هذا الكارد. اللي راح يصير انه هذه الورود تتلون، تلوينها راح يكون بشكل سريع لانه احنا اوريدي راح نقصها، فمو مشكلة. خليني اسرع الفيلم. هسه لو تلاحظون هنا أنا هذه الوردة اللي أنا قصيتها، شوفوا الفرق بين الألوان بين هذه وهذه.
هسه شنو المفروض؟ راح أقص باقي هذا الورد وألصقه بهذا المكان وأرجع لكم. هسه هنا أنا بعد ما كملت قص الورود ولصقتهن على الفستان صار بهذا الشكل. هسه اللي الخطوة التالية انه اقص هذا الفستان، راح اقصه وارجع لكم. هنا استنى انا بعد ما قصينا الفستان بهالطريقة، لو تلاحظين الخطوط السود تتركيها، يعني ما تحاولين انه تكون موجودة، ما تروح اثناء القص، لان هيك راح يتشوه الفستان. هسه هذا الفستان صار بهالشكل. هنا أنا راح أحتاج إنه ألصقه على قطعة ورق أصفر، ولما أقص ألصق على هذه الورقة، ومن أقص راح أترك مسافة قليلة من هذا الأصفر، هذا ينطيه جمالية. ممكن تكون على أصفر أو على أسود، بس أنا أفضل على الورق الأصفر. نتركه إلى أن يجف، وبعدين نبدي أن نقصه، نترك حدود صفرة مثل ما قلنا. تلاحظون الحدود الأصفر تركت مسافة قليلة جدا كحدود صفرة. ما عندي، صار شوية غلط، مو مشكلة. فهسه هذا الفستان صار بهذا الشكل. حتى هذا يعني لما انضفت الورق الأصفر بالخلفية أيضا انطى قوة، لأنه هذا الفستان احنا ما راح نلصقه مباشرة على الكارد، لا راح نستخدم الفوم تيب بهالطريقة. تلاحظون ما ملتصق مباشرة على الكارد. هسه هنا أنا راح نشتغل بالنسبة للكارت الرئيسي. اليوم راح أستخدم الورق الأسود حتى يكون هذا قاعدة الكارت، البطاقة مالتنا. هذه قياسات هذا الكارد راح تكون 8 8.5 إنش ب5.5 إنش، وهنا أنا راح نطويها بهالشكل. هسه صارت القياسات 4.25 إنش. هذه راح تكون الأساس أو قاعدة البطاقة مالتنا. راح نستخدم هذا الورق اللون الأورنج، هذا راح تكون قياساته أصغر من القاعدة،
بربع انج من كل الجهات، بحيث لما نخليه بهالشكل راح يكون فرق ربع انج من كل الجهات. يعني هذا الكارت 4.25، هذه الورقة راح تكون 4 انج، هذه الجهة 5.5، هذا الكارت راح يكون 5.25. بالنسبة لهذه الورقة للتزيين راح تكون الحجم مالها والقياسات مالتها من ناحية العرض راح تكون نفس عرض هذه الورقة البرتقالية اللي هي 4 انج، ومن هنا من هذه الصفحة راح تكون تقريبا 2 انج او 1.5 انج. هذه راح ألصقها بهذا المكان، وسويت هذا شريط أسود أيضا نفس قياسات يكون 4 انج، وهاي بعد العرض انت حسب الرغبة. هذا راح نكون هنا يلتصق الكارت حسب رغبتك، تريدي بالطول او تريدي بالعرض. بالطول ممكن يدخل الفستان بهذا الشكل، او بالعرض نفس الكارت اللي شوفتكم اياه بالبداية بهالشكل. بالنسبة للداخل مال هذا الكارت، لانه هذا الكارت اسود فاعتيادي انا راح اسوي له طبقة ابيض، وقياساتها ايضا راح تكون اقل من الكارت الاساسي بربع انج، يعني ايضا 4.75 انج. هسه هذا الكارت بس مجرد راح نستخدم اللاصق حتى نلصق كل الأوراق. بعملية اللصق ممكن تستخدمين أي نوع لاصق متوفر عندك، ال double sided tape، الجلو ستيكس، اكو نوع مثل هذا الصمغ، أي نوع. هنا عندي شوية زيادة خليني اتركه الى ان ينشف. خليني اشتغل بهذا. هذه الخطوة مو مهمة يعني انه تسويها، بس انا راح اسويها انه احاول اقص الزوايا بطريقة دائرية. عندي هذا التول
أول مرة أبدي بهذه ال نقول البطانة. هذه انتي ما تحتاجين تسوي هالخطوة، نقدر نسويها بس هذه الزاويتين. خلينا نجرب. راح يصير بهذا الشكل. هذه الخطوة تختلف عن الكارت اللي شفناه. هذا لأن أسود ما أشوفه. هسه كملنا القاعدة لهذا الكارد، راح يكون بهالشكل. وهنا عندنا هذا الفستان. راح يكون هنا مكانه. هسه بقت عندنا شغلة الحروف. بالنسبة للحروف راح اخذ بس كلمة love L-O-V-E،
فبس راح أخذ هذه الحروف راح أقصهم بهالشكل، أقصهم على شكل مربعات، وبعدين أبطنهم أو ألصقهم على ورق أسود راح تكون بيها هذه الحدود السود. هسه هنا بعد ما قصينا هذه الحروف راح نحتاج ورق أسود. هذا الورق الكارد الأسود راح نلصق هذه الحروف عليه حتى نسوي مثل الحدود لهذا الحرف. راح أشوفكم شلون. تلاحظون شلون ألصق الحروف، أترك مسافة قليلة هسه هذه. من راح نقصهم نترك هذه المسافة بهذا الشكل. هسه هذه عندنا الحروف كملناها، بس باقي نثبتهم على الكارت. هنا أنا هذه الحروف راح ألصقهم باستخدام هذا الفوم تيب. ممكن ترتبيها حسب ذوقك وحسب الرغبة بالشكل اللي تريديه، ممكن بهالشكل، ممكن بهذه الطريقة.
وحتى هذا الفستان ايضا راح من ألصقه، ألصقه باستخدام الفوم تيب، ما راح ألصقه مباشرة على الكارد. وهذا هو الشكل النهائي لبطاقتنا اليوم بهالطريقة. راح يكون طريقة فتحها بهذا الشكل، البطاقة اللي قبلها تنفتح بهذا الشكل، يعني بهالشكل. وهذا هاي بعد طريقة ترتيب تبقى على ذوقك وحسب رغبة الشخص. وهذا هو الشكل النهائي، وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم، وإن شاء الله تقدرون تسوون واحد مثل هذا الكارد. وإذا تحبون بعد تشوفون أعمالي، لا تنسون تشتركون بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، وشكرا.